وقت الجود. شوف مطبخ مفتوح، اكيد بدنا نبلش بالمطبخ. ثالث مره يمكن وما عم بشبع. هيك تبليشه يا مدام جيمر، روعه روعه، ما بتكمل بلا شايط، ما بتكمل ابدا. الشغل رائع رائع رائع. ليش ما في منه هذا الشيء بكل بلدان العالم؟ ايوه يا سلام، وهذا الشغل الصح. الاستقبال، الضحك، تفضل اهلا وسهلا، عود علينا. لحم رائع، طعمه رائع. شوف هاي اليوم يا عن جد جبنه، هيدي مش هي جبنه جبنه. اليوم ببغداد صمون وزعتر، بنبلش. صمور وزعتر، أسبوع جديد، حلقة جديدة، نطرتونا من أسبوع لأسبوع تنفرجيكم جولة على كل الأماكن الشعبية والمطاعم، أكلات رائعة. نحن عنا حلقة جديدة اليوم ببغداد، صمور وزعتر، منبلش. حلقتنا بتبلش قبل طلوع الضوء، منبلش أكيد بترويقة بالأوتيل، بس تنفتح القبلية وبعدين ركض على الطرقات. أكيد ما بتكمل الحلقة بلا قاهي وجيمر. شوف مطبخ مفتوح، اكيد بدنا نبلش بالمطبخ. بنقيش الزعتر والجبنه عم تتحضر، الشيف عم بيعمل البيض، اصوات حلوه كتير، متعرف عليهم. شوف شو عم بحضر عامر، عم بيعمل بيض على ذوقكم، انتم بتطلبوا بتوصوه هو بيعمل. عندكم عيون، عندكم خلطه بخلطه مع خضره، اومليت، كل شيء. بيضتين على الصاكر، شكرا. سترام بالعيون، اومليت بلا بصل بيلعب فيهم لعب. انا يعني بدي ايدتين تقفش البيضه ونص الوقت بينزل شقف منها بقلبها، هو بايد وحده تاك 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 خلصت. حلو. هاي الطريق. برمنا كتير، رحنا وجينا، هيدا الزلمة بحبه كتير، اسمه كاهي الأورفلي. دقت كتير وين ما كان، ما بعرف ليش هون طعمته بتختلف. تالت مرة يمكن وما عم بشبع. يلا رايوك. اي سنة فتحته؟ سنة السبعين. السبعين؟ ايه. الوالد بلش وانت عم تفتح؟ الوالد قبلك؟ ايه الوالد، ايه الحجي. هاي الحجي. الله يرحمه. تفضل. يلا. يا هيك تبليش يا مدام. حلية منيح. عباية. قطر كتير. بنحط لها شوي جيمر. رائع رائع. المحلات قليلة يلي مزبوط في قرشة من برا، بس من جوا بتحسه بالعجينة. سكراتة على القد. جيمر روعة روعة، كاهية عظيمة فعلا، من الأطيب اللي فيكم تاكلون ببغداد.
فعلا شيء كتير كتير طيب كتير طيب. تراك عم تفرط بين ايدي السكر القطر قشطة حليب الجاموس وهيدي ما بتستلذوا فيها الا بالايدين شيء غير شكل رائع. اخوات بدك اياه باخذها الك هاي لي ما بتكمل بلا شايط ما بتكمل ابدا ريحه الشاي طعمه الشاي ببغداد ما بتشبه ولا شاي واكله او شربه ولا محل تاني بالعالم. سخن مخمر ريحته كتير حلوه دايما السكر بدكه تحت ما بخلطه تحس بطعمه الشاي فوق بيتسقع بقلب الصحن قوي بينشف سقف الحلق. شايتك رائعين هلا قوي صح حبيبي صح وطلع فيه قال لي معقول ياخذ منك جاي من لبنان حبيب قلبي ولا اطيب من لبنان. لانه قهوه كمان وحده ما بتقدر رح نعمل اثنين. مش بس هيك الجندول عنده لحم بعجين غير شكل بس الصبح ما رح ناكل لحمه رح نبلش بالجبنه رح اعمل اطلب منه يعمل لي وحده بعجينته رقيقه البلا خميره جبنه على جنب قهوه كمان. ضبطة جبنة وبيض أخذ وحدة العجينة تبعهم يلي بلا خميرة رقيقة كتير وهلا بتصير كريسبي مثل البسكوتة. نصها جبنة نصها بيض حط بيضة معاسة بيضة تركها عين وحدة فوتها على الفرن بكل دقة وتقنية. بتشهي 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 عجينة رقيقة وبلا خميرة ما فيها سكر بس ملح طحين ومي رقيقة بتصير تكسر مثل البسكوت. هاد شو روعة بيض جبنة وهيدي اللي تركها عيني فكروا على بعضهم. شغل صح ومن دون جبنة دايبة عجينة عظيمة مأزق بيتزا إذا ما نقشت جبنة بعرف أنه طعمتها ما بتشبه شيء ما بتشبه شيء تاني أكلته. ليش؟ لأنه خفيفة لأنه خفيفة على المعدة لأنه ما فيها سكر أبدا جبنتها محلية ومنا مالحة البيضة اللي بقلبها روعة. تربيقة جبنة وبيض غدا لحمة بعجين وبيض وعشا بيتزا. الشغل رائع 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 تبليش عظيم. اليوم أنا رح ركبه كاهي جيمر لقمة شيرة اوف ليش ما في منه هيدا الشيء بكل بلدان العالم؟ ليش ما عنا منه ببيروت؟ لقمة جيمر قصة كبيرة
منطقة صناعية بالبياع، عدب ويهاب مطعم أكل شعبي بجنن. مقلمة؟ نعم. وكبة؟ وكبة؟ تشيلي فراي؟ اها. دولمة؟ دولمة؟ بس كبة خالصة. كبة خالصة. والله عندهم كل هول، مش عم بعرف شو بدي بلش وين بدي بلش، عبالي كلهم كلهم. وشي مع رز، مع تمر. هريسة، رز، ريحتها مثل الصحلب. طيبة بتدفي. كمان 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 في شي صحن بعد ما حطوه على الطاولة؟ ثلاث ارباعهم جافي، كل شيء نزل اول شيء ما قبلت جافي، بعدين في عنا الصحون اللي طلبناهم. شو ذكرني شوي باساميهم، هون شو عنا؟ ترشاني. ترشاني. وهون عنا؟ قيسي. قيسي. فاصوليا. فاصوليا. لوبيا. 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 هون؟ قيمة. قيمة. سبينا. وهيدا سبينا. هلا بلبنان، نحن وخطايا. هلا بلبنان. يا مولاي علينا. الموز موز يه يه يه. شو بعد شي بالمطبخ ما حطيته هون؟ كل شي نجيبه البيكاب يابا قاعد يمك؟ تأمر الأمر تأمر الأمر. وين ببلش؟ وين ببلش؟ وين ببلش؟ كلهم كتير بحبهم، بحب كتير الفاصوليا، بحب اللوبيا، بحب كتير الأكل العراقي التقليدي، وخاصة عم بتكونوا موجودين بمحل مثل هيدا. هالمحل اللي موجود بمنطقة صناعية شعبية مثل ما شايفين، مطعم كتير كبير كراسة تبعه كلهم والطاولات دايما معبيين، وبتاكلوا اكل تقليدي قديم بفوت على القلب دغري. يلا حبيتك انت بتحب الاكل مثلي، يلا بلش. ايوه يا سلام يا سلام. ايوه ايوه ويك لبويك ابو ايهاب بين ايديك. العافية. تفضل. بلش باللحمة الطارية كتير يلي بتفك عن العظمة بلا ما يكون بدها سكين، حتى شقفة كبة جنبي، كبة البغدادية الأصيلة، كبة الرز موجودة هون بقلب الصحن، كبة الدجاج، رز من برا. ومنبلش شغلة ورا شغلة ورا شغلة، مش عم بعرف من وين. إن كان الفاصوليا بنحط شوي على الصحن مع الرزات، إن كان هاي اللي بحبها كتير كمان، عصرة ليمون. بتنبسطوا بأكل تقليدي طيب، كله طعمات، كله بركة. معقول اكل البيت، اكل التيتا، اكل الماما، هول اكلات كنا سوا بتاكلوا وين ما كان ببغداد على الطريق. ودايما الصمون، صمون زعتر خفيف سخن، ريحته حلوه عن جد. ضايع مش عم بعرف وين بدي بلش. دجاج براسه من امه، شافت اللحم مستوية كتير، مطبوخة ساعات، سخنة سخنة سخنة،
بالمعلقة بتقصوها. كباب عراقي مو لبناني يا عمي يا عمي يا عمي يا عمي. خبز عراقي يا عمي يا عمي. هنا وش يلا وين المطعم صمد؟ وين غديك مطعم صمد؟ لا 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 الشباب مش معقول. كتير طيب الخبزة ولحمتهم عظيمة والكباب معلش تسمع على الوجه شكله بيقرش وليته مهمة. عصرة من هاي شقف الكباب بندورية وهيدا الشغل الصح. هيدا تزين حالك قبل الأكل وبعد الأكل تتأكد أن أكلت منيح. ممنوع نفل بلا ما نشرب شاي مع المعلم الكبير. خلينا نسأله شو عن المطعم. خلينا نسألك شوي أي سنة فتحته؟ 1994. وعاش أسم الله عليك كل المنطقة هون بتجري عندكم. يعني كيف واحد بيقرر يفتح مطعم بمنطقة هالقد صناعية؟ يعني هي منطقة صناعية واحنا متعودين عليها سابق واشتغلنا بيها ومن ذاك الوقت بقينا مستمرين على هالحالة. يلي بياكل بالطعمة عندك كل الأكلات الشعبية كل الأكلات الشعبية كل شيء من الفطور إلى الغدر. بنبلش برا بالدجاج بالخبز بال كلها كلها الصبح مثلا شوربة تشيلي فراي مخلمة باقلة باسترما مشاوي تشريب هاي الصبح. بالغداء موجود برياني قوزي سمك على التمن قوز على التمن مشاوي كاملة كل شيء موجود. العنوان إذا حدا بيوصل لعندك البياع الحي الصناعي شارع الرابع مطعم الرهاب. الاستقبال عظيم الكرم عظيم حضنونا فعلا حضنونا بلطفهم. يعني الاهتمام الشباب ما في شيء على المنيو ما عندهم اياه ما نزل على الطاوله وبالاخر اوعى تفل ما تشرب شاي. الكرم مش معقول الكرم والمحبه قد ما اقول لهم بشكركم يعني بيكون قليل فعلا مثل كانه بشفت لهون كانه فايت على بيتي كانه بيعرفوني من 100 سنه. وتفضل تفضل تفضل. الشباب والموظفين اللي عنده كلهم عم يشتغل من قلبه بيضحك على وجههم الله يخليك الله يخليك فوق راسهم. بمناسبة عبار يا زيت القدامة يعني سعدي مثلا هذا اللي نزل لك كاتي اللي نزل لك يعني صار لي أزيد من 20 سنة اشتغل عنده زيت القدامة ولا كأنه عبار يعني هم الآن الحمد لله هاي نعم يحفزك صح يعني. وانتو طيبين كتير كمان صدقني انتو ما بتشكوا من شيء حضرتكم طيبين. أنا ببيروت. شعب طيب شعب طيب كتير. كم حلقة صاروا؟ 20-25 حلقة ومش عم بقدر أوقف. بتضل ضحكة على وجهي بتمشى من شارع على شارع بالأماكن الشعبية القديمة العتيقة وفي ناس مبسوطين قاعدين بيشربوا شاي. الاستقبال الضحكة تفضل أهلا وسهلا عود علينا تتدلل وغيره وغيره. شو حلو برجع بعيد وبعيد. بغداد حلوة بغداد آمنة بغداد سياحية وعم تكبر. بغداد لازم تعملوا زيارة. من الموصل لحد بق القص واللحمة بعجين محلين كتير مهمين نحن أكلنا عندهم قبل واتفقنا اليوم نفوت نفرجيكم المطبخ. اللحم الشغل كيف بيصير قديش في تعب ورا كرمال الزبونات تكون مبسوطة وتاكل هاللحم الطري يلي غير شكل. يلا ناطرين نسيخ القص ركب الشاورما يمكن شي 200 كيلو. منبلش من المطبخ. وليد خالد من الموصل من ابناء محافظة الموصل. صار لي بهالمهنة هذه ما يقارب 20 سنة يعني من 2000 2001 بهالمهنة هذه.
هذا المطعم فتح دغري ببغداد او فتح بالموصل قبل؟ صار له خمس سنوات بس احنا كنا قبل بالموصل بالدواسة، منطقة الدواسة. منطقة الدواسة عبارة عن كلها مطاعم يعني. شو اللي بيميز لحمة الموصل؟ احنا نختارها لحمتها صغيرة ناعمة مو خشن. ناب بغداد كله خشن، لحم خشن، لحم العجل مالهم خشن. واحنا عراقي هذا مو مستورد. يعني اكو هسه عجول تجي على العراق هي ينذبح هناك يسموه عراقي. هذا لا، هذا هو من العراق يعني عراقي خالص 100%. هيدا أول مرة بشوف لحمة هالقد رقيقة، شقفة فوق الثاني، في رقة مثل رق الورقة. هذه يعني دلالة على أنه خبرة. خبرة. دلالة على أنه خير. طلعوا الرقة. دلالة على أنه شنو؟ هيدي الرقة ما في شيء بيعملها غير المكنة، هو عم بيعملها بإيده. لا حتى المكنة ما تجي. لحم رائع. طعمي رائع. شوف هاي الليمة الموصل. أيوة. هتحداك. هداك تحس بأي زفارة، أي زناخة، ماكو. تفقع مثل الشيبس. شيبس ها شيبس يا ويلي يعني. بتقرقش شو بتفقع كل الطعمة. هاي غير طعم. هيدي اللي مشوية، هذا على فكرة محروق على التراب، بدون تتبيلة، بدون خل، بدون حامض، بدون كل شي، بس لحم فقط وبهاراتنا الخاصة وملح فقط، بدون أي شيء. لا أنت قصة كبيرة. أي خل، أي وعلى فكرة ما من نوع اللي نسوي الإعلانات هنا يعني. لا رائع رائع جدا رائع رائع. أول شيء بشكر سأتك فوتنا على المطبخ. الله يسلمك يا مودة. نحن قربنا تنفرجيكم على حد السيخ، ما عم ببق أبيض، ما عم ببق صلصات، في لحمة حمراء تستوي. بيغمق لونه. يا سلام يا سلام. لا لازم فرجيهم الورقه اللي بايدي. يا سلام. طلعوا عتمك مباشر. هلا شوف عم بيشعل براويك تمه مرموسه. هل هي حقيقه او حلم؟ هذه بتحط لها لحمة على الوجه. شوف الرز، طعم الرز كتير مهم. يلا مشي. لا شغلة مهمة. هيدا أكل، هيدا أكل. هلا أطعمك الفاصوليا. هيدا أكل. بسموها إحنا عندنا العراق اليابسة. اليابسة فاصوليا. هي فاصوليا. يعني بحط أنا رز شوية لحمة وفاصوليا على الوجه. صدق. وبتذكر ستة. لك شو هنعمل؟ رزيتهم رائعين مثل رزيت البيت، طعم البيت، ما في طعم مطاعم ابدا، طعم تقليدي اصيل من البيت، فيه نفس، فيه حب، بدق بالقلب دغري. شقفة اللحمة من ارق لحمة شايفها انا بحياتي، يمكن بتليلي بتشوفه من خلاله. راح احط لها شوية فاصوليا على الوجه. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. مش عم لاقي الكلمات. عن جد بشكرك لانك فوتني لعندك، انا كثير مبسوط. مبسوط بشغفك وبحماسك. حبيتك لله يعني. ايش يعني؟ انا حبيتك. مو شخص محبوب يعني. انا حبيتك. الله يسلمك يعافيك يا رب. شفت اللي على وجهك زينا. شوية فاصوليا ولحم. الرزيت الغير شكل. يامي. 10/10. مش معقول طعمة الأكل اللي كنت أكله أنا صغير من بعد المدرسة. الفاصوليا الرائعة، الصلصة اللي بقلبها عظيمة، نوعية اللحمة بتعقد، رزيته من أطيب ما يكون، ما في بهارات، ما في فلسفة، ما في عجقة، ما في خبصة، ما في سوسات. الأكل اللي بيدق دغري بالقلب، دغري بحط الدمعة بالعين. بكل بساطة. اخوات
يومية بناخذ يوم. بناخذ السيخ ومنشكه يومي. نوعية اللحم يلي انتم بتجيبوه من الموصل، بيجينا من الموصل هذا اللحم. شوفوا يلي رح تشوفوه هون، هو بتنشوفوا هون وتشوفوا النوعية، يعني كانوا عندنا ملحمة بقلب المحل. قرب من يومي، قرب من يومي. الريحة، اللون، بشكل عام والله يعافيك يا معلم. بسلمك يا رب. كل شقفة لحم انت وحده بتقصها. اي نعم. بتشرحها شقف صغيرة صح، وبتشكها فوق. طبعا توب. اللحمة بتحكي عن حالها، انا ما رح اقول شيء. اساسا وقفتي هون، ريحتها لونها الحلو ومش عم تكب دم من وين ما كان. هو مش هذا حلو، طلع العسل منه كله تعب، يعني ما بخليها، خليها هبر صافي، طلع هبر صافي بس. وطرف خالص. طرف يعني ليا. طرف بدي تقول ليا. أنا منبهر لعدة أسباب. اليوم منفوت كتير محلات شاورما، كتير قليل حدا يخلينا نفوت نصور الشاورما، لأنه في الخلطة السحرية السرية، منحط لها خل بتطر اللحمة، بيحطوا لها كتير صلصات. في ناس بتحط كوكا كولا وأنا شفتها بعيوني، في ناس بتحط كاتشب، في ناس بتحط باربيكيو صوص، في ناس بتحط أشياء غريبة عجيبة. بتطلعوا على السيخ وبتشوفوه عم ببق أبيض من وين ما كان. هون اللي عم تشوفوا شايفينه قدامكم نوعية اللحمة اللي بتاكلهم كل ست بيت ببيتها، اللي بتاكلوه ستيك، اللي بتاكلوه بقلب مطعم يلي هو ستيك هاوس. عم نحكي عن أهم وأعلى نوعية لحمة، العجل الصغير يلي هو البقرة، اللي تبع الخروف، كله مجموعين مع بعضهم تتكون الشاورما خفيفة على المعدة وما تكون تقيلة. وكل لقمة أكلتها ما بتعلق، ما بتعلق بسنان، طرية مظبوطة بتدوب تحت السنان، ومنه نحطين لها أبدا ولا شيء من كل هالصلصات أو هالأسيد اللي بحطوه إجمالا مع اللحمة كرمالي طرية. وقف على السيخ، يلي عم تشوفوه هو كتير واضح فعلا، من أنظف ومن أروع المحلات الشاورما اللي شفتهم وتعرفت عليهم، وشايف أشياء كتير. كيف بدنا ناكل كبة؟ كبة تبعهم هاي الكبة الكبيرة، مش كبة صغيرة، عندهم كبة غير شكل. كبة شغل نظيف، كل حبة قد التانية، بتقنية وبفن كأنه عم يرسم لوحة. عنا البرغل من برا، الخلطة السحرية، بعدين جوا عنا اللحمة، البصل، اللية، بينخلط وبيحط له شوية لوبيت، شوية مكسرات، كاجو، عم بيرسمها رسم، بيرسمها وحدة مثل التانية، بترجع دغري بتفوت على المي تنغلى وبتاكله كبة ما في منها اثنين. شغلة مهمة، عظيمة، ما بتشبه الكبة طبعاً، بس كبة كتير طيب، مغلية منا مقلية، طعمتها من برا لجوا عظيمة. أنا كنت أكلتها مع شوية لبنة ومع شوية حمص هون، أوف لحمتهم عظيمة، بهاراتهم روعة، قلتها من برا والبرغل اللي محطوط صحية طيبة مليئة بالمكونات العظيمة. فخار فرقوا اللحمة توب توب توب، قرشة من هون لية من هون، مش معقول. من المطبخ النظيف من كفة لبرا، تعال شو عم تشوف المحلات التانية شو عندها؟ كله لحم، احنا باختصاصنا فقط لحم. هناك هم لحم، لحم بعجينة، لحمة لحم بعجينة. هون كبة، ثلاث محلات بالشارع. كباب، كباب عندنا، كباب وبيتزا. يلا مندول كباب؟ تعبر؟ تعبر؟ تعبر، أهلين. خروف نعم. الكباب هذا احنا يعني مالتنا خاص، بتدللوه، بنوكله أكل طبيعي 100%. عندنا ولد
مهتم بالخروف هذا، يؤكله أكل طبيعي، بيرعى هو عنده في بالبزرعة مالته بدون أي مكونات هاي البروتين وأشياء صناعية، فبتطلع اللحماية صافية بدون أي زفارة. لكن يعني هاي عانينا عن ما وصلنا هاي المرحلة، بالبداية كان معاناة عندنا، إلى أن خلينا الخروف يعني هو الغنم خاص لنا هذا بس يعني. إذا الكباب طيب قد القص يعني رح ناكل يمكن أطيب كباب بالعالم. ننقل الطريق من ميل لميل على محل ما بيعمل لحم بعجين وكباب. مخبزة. عندنا لكان عم بيلبسها تياب جديد. وعم نحضرها عم تروح تتجوز. زواج؟ يعني لا قوية ولا لينة، يسموها شمعية. يعني فيها خميرة ولا لا؟ طحين ومي وخضرة، مجرد بس هاي. بس هاي هاي ثلاث مواد. لازم تطريها شوي كرمال تلزق. تكون طرية حتى تطلع الخبزة هشة، ما تصير بيها لاستيك. يعني الواحد الخبزة من ياكلها ما تصير تكون مثلا تلزق. بسم الله عليك، كم سنة صار لك تشتغل؟ 25 سنة. 25 سنة؟ بطل. الله يسلمك. الخبز اكو يجي عاد انواع. العربي والنجفي والدفتوني، خبز باللقم، خبز بالسمسم، زعتر، جبن، انواع الخبز. أنا خبرية كتير حلوة، طلع فيه قال لي نحن عنا عقدة من التوم والبصل، قلت له بتعرف شو اسمها صفحتي؟ قال لي لا، قلت له توم بلا توم بلا بصل، خبرني شوي، بصل بقلب البيتزا ما فيه؟ في شيء قليل جدا بس بدون أي طعم، كذلك يعني شو بتعملوا فيه؟ بتقلي بتغسله 24 ساعة؟ 24 ساعة بيجري عليه المي، 24 ساعة بيظل ما إلى أن بيروح أي ريحة فيه، نهائي ما بيظل فيه ريحة، بس هي لازم البصلاية مع باللحم عجين خاصة بتعطي طراوة للحم عجين. فنهائيا بحيث اذا كان ما مغسول زين بيبين عندنا انه ما غسل زين البصل بنشيلها، لازم نحط بصل بالكباب ما في نهائيا، فقط ملح. بالقص ما في ابدا، بالقص ما في. تو واحد يستطعم بطعم اللحم لازم هذا هو البصل، يعني يحطوه حتى اذا كان اللحم مو صحيح بيحطوه بيروح طعم. انتم فخورين كثير بلحمكم، أهم وين ما كان بكل المحلات، اهم شيء هذا اهم شيء. درجه اولى هو العراقي، مثل ما شفنا الشغل بضمير، نظافة، طازة، كتير كتير كتير. بندوق هاللحمة مع بيضة، بندوق الكباب. وين ببلش؟ ببلش بالكباب وببلش باللحم عجين. رح نبلش باللحم عجين تما تسقع، تحط لي عليها بيضتين، رح نبلش شقفة شقفة على جنب. ريحة كتير حلوة بتفتح القلب. شوي هيك مع الصفار، قرش غير شكل. هذا لحم، هذا لحم من أطيب ما يكون، بالطراوي، بالتتبيلة، بالسلاسة، وبالعجينة العظيمة العظيمة العظيمة. قرشة؟ حان وقت الجودة. كباب بندورة مشوية، لفة غير شكل. بتحمل بتحمل هيدا، صرنا اصحاب نحن وياها. الستيك صوص نكزة، خبزة سوبر طرية. ما عاد اشتغل فيها
شو هاللحمة؟ شو هالبندورية؟ شو هاي؟ كمية اللية، الطراول، طعمة اللحم بتحسه بطعمة المراعي تبع الغنمة قد ما طيبين، قد ما بيور، قد ما يلا هو خبزة روعة، بندورات عظيمين، صلصة ما بدها شيء. إذا بدي أرجع بكرة أعمل ليست لشنهار أهم 10 محلات زرتهم ببغداد اللي بيربحوا جايزة، هذا المحل بيربح. بيكون بهيدي الليستة الطويلة يلي بتخليكم تكتشفوا لحم غير شكل، عجينة عظيمة، شغل نظيف، كباب مرتب وكتير نظيف، شغل صح، بندورة، قص، شاورما وغيرهم. هن 3 محلات بوش بعضهم، كباب، لحم عجين، القص وحدو الكبة، بشارع واحد فيكن تتروقوا تتغدوا تتعشوا. نوعية روعة جاية من الموصل وأنا بنصح فيها. فجعوني كتير، فجعوني. أول عجينة مثل ما شفتوها الرق الورق، ما فيها خمير، عجينة رقيقة تاخد معه كتير وقت، بيحدلها تقريبا 5 دقايق كرمال ترق معه، لأنه بالآخر فيها خمير. هون وصلنا على شيء مختلف تماما. هو عم بيشتغلها حسيت قديش كانت مرتاحة، قديش كانوا أصابيعه عم بفوتوا بقلبها، قديش مرتاحة وقديش مريحة وقديش فيها خمير. بتفوت على الفرن ترتاح، الهواء اللي شايفينه مقبيلة، حتى من بعد الرقيقة بترجع بتقعد على الرف كرمال تاخد وقتها. صلصة البندورة، كتير جبنة، لحمة مفرومة. حتى عندهم بيتزا هالقد طيبة، بيتزا اللحم، لحمة مفرومة مغطيتها كلها من فوق لتحت. نوعية العجينة هي زيت العجينة تبع بيتزا البيت، خفيفة، تنهضم بسهولة، عليها جبنة، عليها زيتون، عليها صلصة البندورة الرائعة اللي ما فيها بصل، اللي ما فيها توم. والله الشباب شغلين كتير اشياء وشغلينهم كلهم صح، هيدي تستاهل. بعد very good. انت مهندس وانت بتهتم باللحمة، خبرني شوي ليش لحمتكم طيبة هالقد؟ لانه العليقة تكون انا اجهزها، يعني خالية من البروتين، خالية من اي اضافات اللي هي اللي يستخدموها في الفقود، فتكون الخروف انا استنقيه من صاحب الاغنام نفسه، فتكون جودة اللحم تعتمد على نوع الخروف نفسه وعلى العليقة اللي كلها. يعني بتدلل الغنمة مكانك عم بتدلل ولادك بالضبط، تطلع شيء غير شكل، تكون العليقة متكاملة من أكثر من 5 أنواع من الأعلاف، منها حب الشعير، بذور شعير، عنطة، ذرة، خصوصا الذرة تنقل مطيبات للحمة. عندنا فود الصويا نسبة قليلة، حشائش اللي هي من الجيت، الحشائش الشعير، ولذلك بما انه هي خالية تماما من البروتين فتكون الطعم مالتها جودة ممتازة 100%. حتى اللي اكلتها عندكم شو هيدا؟ اللي مش معقول، هذا يعني ينطي جودة ممتازة جدا، يعني اذا بيغنجوا مثل ما بيضحك وهيك مبسوط والفرح عم يطلع وعم يحكي عنهم وعم بيضوا عيونه انه هول اولاد عم بهتم فيهم، انتوا تنبسطوا. الله يهويك ليك اللي عن جد جبني هيدا، مش لي جبني لي بيضة ريحتها حلوة ليك يا شباب، ليكو شو هالفخامة. ليك النظافة، ليك الريحة الحلوة، يا سلام عن جد جبن، وحياتك جبن، يعني عن جد جبن، ولا لونه أصفر ولا ريحتها قوية، هذا خالي من البروتين، رائع، ما بي اي ريحه، رائع حتى مع الطبخ، مع اي يعني مع الكباب، مع الهبيط، مع الشاورما،
خالي من اي زفره، اي طعم بزفره ماكو، يعني شمها ريحته بس. لو تضلك صحتك الله يقويك، الف عافيه. هلا مجامله، خلينا نحكي علم. هلا اليوم اللحمه دايما بتشوفوها شقف لحمه كبيره، بكتير محلات اغلبيتهم انا هيدا تعودت عليه القصبي بغداد، هو لحم ليه لحم ليه لحم ليه. هون اللي شايفينه هو لحم كتير كتير رقيق، ولا مره بحياتي لهلا شفت لحم موجوده على السيخ بلا ما تكون منقوعه، فعن جد شغل مش معقول. بالنسبه للكباب مزبوط فيه ليه، بس لمعتها مزبوطه، لمعتها ما فيها مش عم بتبق ليه لبرا، ومنا كتير هيك قاسيه وثقيله، فيها ليه تحميصتها مزبوط، قرشتها مزبوط، وطعمتها بالاخر بتحسه بخفتها. البيتزا شو بخبركم، فيها لحم اكتر ما فيها عجين، هالقد سميكه كريمه وجبنتها حلوه وبتمغط، وكل المكونات اللي استعملهم بقلبها طيبه. حسيت حالي عم باكل سباجيتي بولونيز على الطريقه التلينيه بس ببيتزا، وحموده البندوره اللي بقلبها ولا غلطه. اذا عبالكم هيك مشتاقين لاكل الماما وعبالكم تاكلوا اكل خفيف نظيف، تشو لعنده قولوا له شويه رز شويه فاصوليا شويه لحمه على الوجه. هذا الاكل اللي بلشنا فيه اليوم بس بدق بالقلب، ما بده اكثر من هيك، ما فيه فلسفه وما فيه فسلكه وما فيه اختراعات وما فيه شو، مثل ما هو. والسيخ عم بيبرم شوي شوي، وقت ما وصلنا هلا صار رايح منه شي 5 سم، وناس عم تجي مبسوطه بتاكل وبتفل. لا هيدا اكتشاف، فعلا اكتشاف. بالزيت طيبين مشغولين صح. كتير طيبين، كتير 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 طيبين كتير. واللحم يعني بيحكي عن حاله. كل اللي شفتوهم قبل شوي كانوا دواق، هلا صار وقت الغداء الرسمي، فما تقولوا اكل مرتين. معقول ستيك يعني، وهيدا التشريب والصلصة والخبز وكل العدة. روعة، ما بينقال شي، روعة روعة روعة. رز فاصوليا لحم و عبالي قضي نهاري هون. مستحلي دولما وخبرونا انه هون عنده دولما طيبة، محل حلو كتير كبير مرتب، تنفوت نكتشف سوا. مطعم فتح بالثمانينات، بلش بشمال العراق، رجع نزل هلا على بغداد، او فتحوا خامس فرع لهم بدبي. اسم الله. الساعة 5 ما انه وقت غدا، الناس فوق بعضها ونطرنا الربع ساعة تلاقي قولنا طاولة. عم فتش على المنيو تشوف شو عنده، انا مستحلي دولما ويمكن عنده اشياء تانية ومعروف بالكباب، لكن المنيو طويل طويل، المنيو سوبر طويل. فطلبنا بالاخر لازم تاكلوا كباب، هيك نصحنا الويتر، لازم ندوق اللحم يعني التكة، دولما لأني موحم، وشو وكوزي لحم. رح نبلش بشوربة العدس مع حامض، عصرة حامض غير شكل، وهيك بنبلش المشوار. مطعم كتير كبير، في 20 شيف بالمطبخ، أكتر من 20 ويتر بس بالطابق الواحد، بعد في طابق الفوقاني، في مع دخان في بلا دخان، هذا شيء منيح الحمد لله. الديكور كتير حلو ومطعم كتير كبير، اول ما واحد يوصل دغري المي، الخبز، الشوربه الطيبه كتير، الشوربه، وناطر نتغدى.
شكرا. سميكة حلوة وريحتها حلوة. طيب. طيبة طيبة شكرا. طرية منفوخة اطراف. اوه هاي مع هاي. اوكي كتير كتير طيبة الخبزة. كتير طيبة الخبزة. سمسميتها طيبين. خميرتها طيبة. هلا طلعت ايدي ريحة ايدي حامض من ورا العصرة. فكل شيء عم بستطعمه عم شم ريحة حامض حلوة. تبليشة رائعة. موفقة موفقة. أنا جاهز. وين بدنا نبلش؟ أول شيء خلينا نبلش بالكباب. تخبركم إذا لحمته طيبة. ما أنا متحمسة كفاية. كتير فيها دهن. مش دايب. بيعلق تحت السنين. ناكس لحمة. اف. بيعلق منيح. هي تندوق الكوزي. بتفك عن بعضها منيح. مستوية. اوكي. مندوق الرزيت شوية فاصوليا. عظيم. ثلاث انواع رز. واحد اثنين ثلاثة اربعة. الفاصوليا حسيت بقشرتها وما كنت عبالي. تحمل انها تستوي اكتر كتير. بالنسبة للرزيت مطبوخين منيح. يعني ما فيهم اختراق. هنقول اخر شيء والاهم اللي انا جاي عليه واللي موحم كرماله هو الدولمة. شقفة لحمة كبيرة. الدولمة بقلب البندورة او الفليفلة. حشوة الرز. وخليني اخبركم شو الاحساس. سخنة ودخنتها عم تطلع منها. يعني ما بدنا نلحق لساننا. الدولمة مهمة. الدولمة كتير مهمة. هو مشهور باللحمة. بس يعني ممكن على العجقة وعلى الكترة وعلى الركض وعلى السرعة ما عم بيلحق يشتغلوا مزبوط. بس بالدولمة ياخد وقتها. مطبوخة مزبوط. الرزات عظيمين. الخضرة مستوية من برا. الدولمة بتشاهد. كل أنواع الخضار محشية بالرز. رزات مطبوخين. حموضة حلوة. الكوسة. الفول. الباذنجان. هيدي كنت موحم عليها من زمان. كانت حلقة حفلة وفيها أكل كتير. فيها أكل كتير طيب. مش بس كتير. بلشنا الصبح خلصنا بعد الظهر. من الريوك على الغدر. شو في إشياء طيبة واحد يكلها بغداد. بتخلص أكيد بمي. تا كلهم نروحهم. ونلتقس معكم بحلقة جديدة الأسبوع الجاي. سامون الزعتر عسو ماريا. شو رأيك ببوظة هلأ مثلا؟ طرتونا تتشوفوا الأكل الطيب كتير ومنعيد. قول أوكي. شبويك لبويك. مصباح السهل السادي. مصباح السهل هذا. شبويك لبويك. نفتح نترك له محل تنبلش بعد شوي. بعد شوي لا اريد اصور معك. طيب وقفي مع الاعلان. كريم استريح استريح. ما فينا نفل بلا ما نشرب شاي. عود عائل جايين all the way من حش تحت انجليزي يا انتوني. وبحرق لساني وشفافي. وقفي مع الهلين.